فاز منتخبنا الوطني للناشئين 5 أهداف في مباراته الودية 4 مساء اليوم أمام فريق المكلا بحضرموت، أحد أبرز الفرق المرشحة لخطف بطولة كأس حضرموت على ملعب نادي المكلا. تأتي طبعا مباراة منتخب الناشئين أمام فريق المكلا في إطار التحضيرات الجارية في المعسكر الإعدادي الداخلي بمدينة المكلا استعدادا للمشاركة في منافسات بطولة غرب آسيا 11 المقرر إقامتها في الأردن من الفترة 2 حتى 11 سبتمبر المقبل ضمن المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه كل من السعودية وسلطنة عمان. طبعا منتخبنا الوطني الناشئين خاض 3 مباريات تجريبية قبل اليوم، فاز فيها على هلال فوة 1-0، وفاز أيضا على شعب حضرموت 2-1، وفاز أيضا على أهل الغيل 1-0، وضرب اليوم بال5 وعلى نادي المكلا. طبعا نعرف أنه نادي المكلا منخرط هذه المرة في بطولة كأس حضرموت 8، ووصل إلى نصف نهائي، وواحد من الأندية أو الفرق المرشحة لخطف لقب البطولة. أن يضرب المنتخب بال5 هذا شيء يؤكد بلا شك بأن المنتخب استفاد من 3 المباريات التجريبية الماضية، تحسن أداؤه بشكل كبير جدا، عرف المدرب جيدا مكامن الخلل والقصور وعمل على معالجتها، ولذلك استطاع اليوم أن يفوز ب5 أهداف على نادي المكلا. أخبار مثل هكذا هي مطمئنة، صحيح ليست ذات قيمة فنية عالية أن يلعب المنتخب مع أندية ليست كما أن يلعب مع منتخبات، بلا شك سيكون لها قيمة فنية عالية جدا ومعنوية في نفس الوقت، وسيكتسب بلا شك اللاعبين خبرات بحكم أنه الجميع ما يزالوا في مرحلة ما قبل الاحتكاك الدولي، ولهذا نتمنى من الاتحاد العام لكرة القدم أن يوفروا ولو حتى مباراة إلى مباراتين تجريبية قبل المشاركة في البطولة، رغم أن البطولة حقيقة بطولة غرب آسيا ذاتها هي بطولة استعدادية للبطولة الأهم وهي آسيا. فتحية وتقدير للكابتن مدرب المنتخب الوطني للناشئين.